شربت مخدرات قبل كده؟ تفكر يا تقول يا تقول لا. هو بصراحه يعني هو في حد في البلد ما بيشربش مخدرات؟ لا خالص ولا مره. ثلاث مرات. لا والله حضرتك عمري ما شربتها. لا لا بجد. لا لا خالص. ده الكلام اللي قصاد الكاميرا، الكلام بقى اللي ورا الكاميرا. لا برضه. في يعني مخدرات؟ ما اعرفش اي حاجه عنها خالص، ولا انواع ولا اي حاجه. لا ولا انواع. مخدرات قبل كده؟ ان شاء الله. لا بجد والله. بجد والله. يا عم ما تخافش. لا لا الا الله. بجد والله ما شربت. ما تقولش لا. عمري لا عمري ما شربت مخدرات قبل كده. بتشرب ايه؟ ما بشربش حاجه. بتشرب سجاير؟ سجاير بس. لا خالص. طول حياتك ما شربتش؟ شربتش مخدرات. انا كنت بشرب شيشه. ولا ايام الشقاوة؟ ولا ايام الدلع حتى. حشيش. وايه كمان؟ بس حشيش. وايه تاني؟ بس كده يعني. حشيش. حشيش. طب انت شايف ايه الضغوط اللي على الشباب دلوقتي او المبررات اللي بتخليهم يشربوا حشيش او يشربوا مخدرات؟ والله انا شايف ان اول حاجه طبعا اليأس، تاني حاجه عدم يعني مفيش حاجه يعني مش شايفين في اي حاجه للشباب بتتعمل. مفيش ولا شغل ولا في تعليم كويس ولا في حتى عدل. بنفك من الخانقه وبتاع والكلام ده، بس هو ما نعرفش يعني هو ماشيين بالدماغ كده، بس هي مش كده. والله البطاله اللي هي قله الشغل، واخد بالك؟ ممكن انت حاجه تانية يعني عايزين يتوهوا وينسوا. يعني اقول لحضرتك على حاجه، لما انت تبقى تعبان مثلا وواخد 10 غرز كويس، وواحد يجي يدوس لك على الجرح ده لازم تقول طب لو ما قدرتش تقول فلازم تشرب اي حاجه. وعندك اصدقائك او حد من معارفك بيشرب مخدرات؟ لا مش كلهم الصراحه. طب نصحتهم قبل كده الناس اللي بتشرب؟ والله بص اقول لك على حاجه، هو احنا لو هنتكلم بجد بقى نقطه المخدرات ولا الحشيش دوت مش عامل اساسي في حياتي يعني او في حياه اي حد. اللي بيتعامل مثلا او بيشرب بحاجه زي كده بيشربها زهق وقرف من اللي احنا فيه يعني، وبعدين مش بصفه مستمره يعني. قصدك اعرف حد ما بيشربش؟ قصدك ان مصر كلها تشرب مخدرات يعني؟ بس كده. اكيد يعني احنا محوطين بين الناس زيها. اسعار الحشيش كام دلوقتي في السوق؟ والله مش كله يعني، في حاجه يعني حسب الطلب اللي انت بتعوزه يعني. مثلا يعني اديني فكره، اديني نبذه. 100 لو فكرت يعني. 100 200 يعني معلومات من اصحابي يعني. النص ب 50 جنيه تمام، الكوين ب 100 جنيه، السنتي ب 250 جنيه. الاسعار وصلت كام في السوق دلوقتي؟ دلوقتي عامل 120. 120 اللي هو الايه؟ القرش. والنص 60. تفرق ازاي بين الحاجه المضروبه والحاجه اللي تعمل كيف؟ والله البرنامج ده جامد يعني. يعني بيبان من ملمسها ومن ريحتها يعني. تعالى تاني في الدور التحتاني، تعالى تاني في الدور.